الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحانه، أكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين وخلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود جاز عن والده شيئا، ذلك يوم الحشر، أوله أن يحشر الناس من أقطار الأرض إلى الشام، والله أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في المدينة لأول الحشر في الشام، تمهيدا للحشر الأعظم الذي يكون يوم الدين. يحشر الناس جماعات، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وكذلك سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أما أهل النار فيساقون بدفع وإهانة، وينهرون نهرا غليظا تسوقهم الملائكة في ذلك اليوم. يساقون إلى جهنم جماعات مع أشبائهم ونظرائهم، اليهود مع بعض والنصارى مع بعض، وهكذا حتى يريدون جهنم عطاشا. ويساق أصحاب الكبائر معا، فالزاني مع الزنات، والمرتشي مع المرتشين، والسارق مع السراق، وهكذا الكذاب مع الكذابين. احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم وأشباههم ومن هو على شاكلتهم. يساقون إلى النار سوقا، وما هي من الظالمين ببعيد. ويساقون سوق البهائم مشاة عطاشا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وردا يعني عطشانين. ويحشرون على وجوههم إذلالا لهم، كما قال الله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. تعجب بعض الصحابة من هذا فقال قائلهم: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ويكون ذلك الحشر بالصورة المنكرة من العمى والصمم والبكم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فيسعر عليهم العذاب ويزاد. وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال، فنادوا: ويلنا ويلا طويلا، وعجوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا، وكلهم بحر النار صال. وهناك أناس يجمعهم الله تعالى في وفد مكرمين إلى الجنة، تكون معهم الملائكة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فهم مكرمون بهذا الوفد وهذا السوق. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذا لا يكون إلا لمن نهى نفسه عن الهوى وألزمها طاعة الله. وشتان شتان بين من يعذب في النيران وبين من تكون عاقبته ذواتي أفنان. أغصان نضرة حسنة فيها الفاكهة النضيجة، وفيها عينان تجريان تسرحان لسقي الأشجار والأغصان، وفيهما من كل فاكهة زوجان من جميع أنواع الثمار، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني مضطجعين عليها. هذا الحرير، هذا الحرير. وصف الله تعالى الباطن من الفراش بأنه من استبرق، فكيف لو رأيت الظاهر يا عبد الله؟ وجنى الجنتين دان، يعني أن ثمرها قريب وقطوفها، وأن قطوفها دانية، متى شاء تناول على أي صفة كان،
لا يأخذ ثمرة إلا خرجت بدلا إلا خرج بدل منها، وتنحط إليه أغصانها فلا يحتاج إلى القيام، فيأخذ منها قائما وقاعدا ومضطجعا. وعندهم قاصرات الطرف غضيضات عن غير أزواجهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ولم يطأهن أحد من المخلوقات، كأنهن الياقوت والمرجان في الصفاء والبياض، كأنهن بيض مكنون لم يلمسه أحد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهكذا تكون شدة خضرة الجنة قريبا من لون السواد، مدهامتان من شدة الري، قد اسودتا من الخضرة ومن كثرة الأشجار والتفاف أغصانها، فيهما عينان نضاختان تنبعان وتفيضان ولا تنقطعان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، وهذا يدل على التنوع وجمال الفاكهة. وكذلك فإن هذا الرفرف الأخضر والعبقري الحسان، الوسائد والسجاد والمفارش متكئين على رفرف خضر، هذه الوسائد والعبقري الزرابي وقيل الديباج وقيل المرافق التي يتكأ عليها والمساند المتكئات، وكذلك الفرش، وكذلك البسط، وهكذا مكافأة من الله تعالى لأوليائه. اللهم لا تحرمنا جنتك، وآتنا من فضلك ورحمتك، وجنبنا النار فإنها دار البوار، واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد يا رب العباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.